السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. كيف حالكم جماعة الخير؟ إن شاء الله بخير وبصحة وعافية. صحيت قبل 6 أو 7 ساعات، طلعت فتحت باب الغرفة اللي أنا فيها، اللي أشوف الشباب يقولون أسامة ترى في صاروخ ممكن يطيح في لحظة على الأرض. هذه اللحظة قلت هاي صاروخ وينزل على الأرض، شو السالفة؟ لازم أبحث عنها. قلت لازم أبحث عن الموضوع هذا. أول شيء جاء في راسي إني أدخل تويتر. دخلت تويتر، حصلت ناس كثيرة تتكلم، تقولون في صاروخ، وان الصاروخ هذا يعد من اخطر الصواريخ اللي موجوده في الفضاء، وان الصاروخ هذا قاعد يدور على الارض وممكن يطيح في اي لحظه. قبل ما نبدا في مقطع اليوم حبيبي وعزيزي المتابع، لا تنسى تضغط على لايك وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات. اليوم مفروض ينزل لكم مقطع طبخ، بس قلت اقول لازم نسولف مع المتابعين بالامور هذه وناخذ رايهم ونستشيرهم تحت في الكومنتات ونسولف معهم. قبل فتره اطلقت الصين صاروخ فيه قمر صناعي، القمر هذا وزنه 21 طن، مع الصاروخ مع كل شيء 22 طن، انطلق من الصين الى الفضاء. اوكي الشيء هذا عادي، في صاروخ يطلع من الارض يروح الفضاء يشوف ايش في الفضاء، ويصير تصويرات في الفضاء دائما في احد وكالات العالم. لكن وش الشيء الأغرب؟ أنهم فقدوا السيطرة على الصاروخ. يا الصين يا الله يرفع قدركم، يا صين أي صين، ليه متى؟ كورونا بدت من عندكم، أشياء كثيرة بدت من عندكم، برضو خلصت كورونا أو على مشارف انتهاء كورونا، ناويين تضربون بصاروخ ولا شو السالفة؟ والشيء الأكبر أن هذا الصاروخ ممكن يطيح على أحد البلدان أو يسقط في أي وقت، حرفيا هذا اللي مخوف الناس كلها ومخوفني انا برضه. ولكن وانا كذا قاعد افكر ذكرت ايام الثانوي وايام الجامعه، يوم يقولون ان في شيء اسمه غلاف جوي، واي مجسم او جزء يجي من الفضاء ويدخل على الارض الغلاف الجوي يقعد يحاربه او انه يقلصه ويخليه شيء صغير. قلت اوكي اجل الامور منتهي، اذا طاح بيقطع الغلاف الجوي. قلت خلني ابحث عن الصاروخ هذا، وبحثت عن الصاروخ، وصار الصاروخ يا جماعه الخير من اضخم واقوى الصواريخ الموجوده في العالم، وان هذا الصاروخ يقارن بصاروخ فالكون 9 الامريكي. والخوف الاكبر ان الصاروخ هذا بما انه كبير وهو نازل غلاف الجوي، ممكن الغلاف الجوي ياكل اجزاء من الصاروخ، ولكن في جسيمات كبيره، وهذا هو اللي مخوف العالم بكبره. بعدين طلعت فكره في راسي، قلت اوكي الارض 71% منها ماء والبقيه يابسه، قلت شكله ممكن يطيح في الموية أو ممكن يطيح في أي مكان فاضي. قلت أوكي أسامة لازم تسوي كذا دراسات وتشوف الصاروخ هذا متى بيطيح ومتى الوقت اللي ممكن يطيح فيه. وقعد أبحث عن الموضوع، ولاحظت حساب يتكلم عن الموضوع هذا ويقول إن الصاروخ ممكن يطيح بين 8 مايو و10 مايو. اوكي اكيد الموضوع اجل بينحل في اسرع وقت. لو جاء الوقت اللي بين 8 و10 مايو، طيب الصاروخ وين بيكون فيه؟ هل بيمر علينا او ما راح يمر علينا؟ وكم يقعد وهو يمر على الارض؟ حرفيا اشتغل اينشتاين اللي عندي، ما ادري هو له دخل اينشتاين او لا، بس اشتغل اينشتاين اللي داخل مخي وقعدت اقرا زياده، قالوا ان الصاروخ يمر على الارض كل 90 دقيقه، يعني الصاروخ سرعته مهوله بشكل مره كبير. تعمقت في الموضوع، قلت هل الصاروخ بيمر من فوقنا احنا البلدان العربيه ولا ما راح يمر؟ واقرا كذا مقال بسيط يقول ان الصاروخ هذا يمر بين نيويورك الى مدريد، وبرضه يمر على معظم البلدان العربية. هنا حرفيا قلت الله يحمينا يا رب انك تحمينا. الصين قاعدة تسوي عمايل، اول كورونا والحين صاروخ، ويسوون نفسه ما يدرون. والله ما ادري انا على الموضوع، بس احس الموضوع يخوف. قلت خلني ابحث واشوف هل في خرائط محددة راح يطيح فيها الصاروخ صدق، وادخل احصل ناس متكلمين عن الموضوع هذا وحاطين خريطة يقولون ان الصاروخ راح يطيح على المنطقة الحمراء هذه. وناظر المنطقة الحمراء هذه وناظرها بتمعن، قمت اناظر بتمعن، صدمتني صورة ان الصاروخ ممكن يطيع على المملكة العربية السعودية او على دول العرب اللي حولنا. حرفيا دعيت ربي قلت يا الله يا رب انك تكفينا شر هذا الصاروخ وتبعده عنا ويطيح وما يؤذي اي شخص موجود على وجه الارض. وقعدت افكر زيادة، قلت هل في دول قد اطلقت صواريخ وفقدت التحكم فيه؟ وقعد ابحث في جوجل، في ويكيبيديا، في كل البرامج الخاصة بالتواصل الاجتماعي، وحرفيا ما في اي دولة قد اطلقت صاروخ وفقدت التحكم فيها، لان هذا الشيء يحتاج عمال ويحتاج ناس متخصصة في هذا الشيء. في لحظة اطلاق الصاروخ اتوقع ان الصين اطلقته بدون تحديد الهدف الاصلي، اتوقع قالت اهم شيء ان الصاروخ هذا
يطلع في الفضاء وبعدين نوجهه ونحركه، ولكن لعل الموضوع خرج عن السيطرة. فقبل ما ننهي مقطع اليوم، اي شيء جديد راح يطلع في الصاروخ هذا السناب حقي راح يطلع لكم هنا، وهذا الانستغرام راح نتكلم في موضوع ونناقش الموضوع سوا، واحتاج رايك. ما ادري هل في دول فقدت السيطرة او لا، لاني بحثت ما لقيت اي دولة اطلقت صاروخ وفقدت السيطرة عليه. واشوفكم في امان الله يا جماعة الخير. سلام عليكم.